سي. اليوم بغيت نقدم لكم واحد العرض ديال ابي سي ديال 2020. هذا العرض هذا خاص بالناس اللي كيفكروا ياسسوا الشركات ديالهم او المقاولات ديالهم وناقصوا واحد الدفعه للامام. هذا العرض هذا ماي فوتكش كما قلت هو خاص للناس اللي كيفكروا ياسسوا الشركات ديالهم. اشنو كاين في هذا العرض؟ في هذا العرض كاين اربعه ديال الامتيازات مجموعين في واحد العرض خاص 2020. اولا هي ABC غتاسس لك الشركه ديالك، جميع الوثائق اللي غنحتاج لتاسيس الشركه او المقاوله ديالك. رقم جوج غادي نعطيوك الاساسيات ديال الانطلاقه بما فيها الاسم، يعني اسم ديال الشركه ديالك اللي كيجلب الزبائن بما فيها العلامه التجاريه ديالك واللوغو، كذلك البيزنس كارد او كارت فيزيت غادي نقول لك 1000 وحده من هادو، كذلك الفلايرز فابي سي غادي ننتج على الاقل واحد 10000 من هاد الفلايرز هادو، وغادي ننزل الشركه ديالك المعلومات ديالها غادي ننزل مع الفلايرز ديال ابي سي وغيتفرقوا يعني في المدينه اللي فيها انت. اذا هاد الاساسيات ديال الانطلاقه فيها الاسم، العلامه التجاريه، البيزنس كارد او الكارد فيزيت، وفيها الفلايرز. ثالثا ابي سي غادي يعطيك الانخراط لمده سنه داخل في هذا العرض التحفيزي هذا، وغادي نعملوا لك الصفحه ديالك على الموقع ديال ابي سي، الصفحه ديالك اللي فيها جميع المعلومات ديال الشركه ديالك غتنزل مع ابي سي. رابعا ما غاديش غير ناسسوا الشركه ونعطيوها لك، غادي يكون عندنا تكوين ديال 3 ايام الشركه ديالك او واحد 3 ايام تكوينيه. اليوم الاول غيكون فيه كيفاش تبني خطه عمل ديالك، بزنس بلان الشركه ديالك. اليوم الثاني غيكون فيه خطه ديال التسويق، كيفاش تسوق المنتوجات ديالك وكيفاش تبيع الخدمات ديالك. اليوم الثالث غيكون فيه تكوين ديال السير، كيفاش تسير الشركه ديالك. هاد العروض اللي كنعطيك دابا اذا يعني اقتنيتي هاد العروض هادو كلهم على حده، ف يعني الثمن ديالهم ما يقلش على واحد 14-15000 درهم. ولكن العرض ديال ابي سي هو عرض تحفيزي لتشجيع الشباب على تاسيس الشركات ديالهم في 2020. فالابي سي عامله واحد عرض تحفيزي اللي هو خفض 50%، يعني التكلفة ديال هاد الامتيازات كاملة اللي عرضت عليك اليوم التكلفة ديالها 7000 درهم. فإذا كتفكر باش تأسس الشركة ديالك، هاد العرض هذا مع ابي سي ما يفوتكش. تصل على الأرقام اللي كتشوف في الشاشة، وراه المقاعد جد محدودة مع ابي سي. والسلام عليكم.